المشكل هذا مع دي فام دا ماشي كلشي يا دي فام تبارك الله كتكون مساله ديال الغيره اكيد انت تكون صالح انك زوينه اكيد اي وحده غتجيها الغيره بيان سور اللي ما عندهاش الثقه في راسك كما قلتي الانسان الا يمكن الا ما كان الا ما كانش مصالح مع ذاته وما عندوش ثقه في النفس وهذا يمكن يحس بهذا الاحساس اما تبارك الله لي فام عندنا او ماروك راهي سون انديبوندونت وكلهم بخدميهم كلهم بشخصيتهم داكشي ما تلقاش معاهم مشكل نهائيا بالعكس انا بو موا لي فام لي فري فام هي الوحده اللي كتشد بيد الاخرى وكيزيدوا لقدام حيت الا انا وياك ما تعاوناش ولي فام ما سوبورتاوش ايتش اذر شكون اللي سوبورتينا جو مو دوموند كي لي انا بحالي بحالك يعني خصنا بالعكس نكونوا تيم وحده ونمشيو لقدام نعاونك وتعاونيني باش نزيدوا لقدام ماشي تحفري لي ونحفر لك باش جو با لانتيغي زعما ما عمرها ما تفهم ليا